أستاذ سهيل عرفة، كيف تعرفت وكيف اكتشفت أصالة؟ الحقيقة أصالة بتجمعني مع والدها الأستاذ مصطفى نصري صداقة روحية وفنية وصداقة عائلية. أنا أصالة يمكن حضرت ولادتها أول ما ولدت، يعني مش كفنانة، أول ما ولدت يعني وهي طفلة. ومع الأيام يعني طبعا والدها اكتشف انه صوتها حلو مثل ما بقولوا فرخ البط عواب، بدأ يقدمها وهي طفلة صغيرة في برامج الأطفال، وتدريجيا صارت تغني شهرات لبرامج الأطفال أيضا. اللحن المميز يعني البرامج؟ اي نعم، اللحن المميز هذا بنسميه شارع، يعني شارة البداية. وبعدين صار بعض المحاولات اللي بنقول ممكن انه تتحمل مسؤولية أغنية من زملائنا الملحنين يعني في سوريا، إلى أن يعني كيف بدي أقول لك، صار عندي لأصالة نوع من العشق الأبوي لها، يعني محبتي لأبوها. أنا بشعر يعني وهي عم تغني أو أنا قاعد معها إني فعلا قاعد مع بنتي أمل. عندي بنت اسمها أمل من نفس السن ونفس بنفس الصف الآن، يعني هي أول ثانوي وبنتي أول ثانوي، و الآن في يعني الأعمال اللي عم تقدم إلها، يعني أولا الكلام مدروس لسنها. إذن عفوا أنت في البادئ تعرفت عليها؟ نعم. من خلال العائلة. العائلة نعم. ثم انطلقت لتقدم برامج للأطفال. برامج للأطفال. إشارات فقط. إشارات نعم. لم تشترك في برامج تلفزيونية. اشتركت بالمدرسة كتلفزيون يعني بس مش يعني محاولات. إذن كان صوتها في الشارع. نعم. على التلفزيون. نعم نعم. لو طلبنا من أصالة تسمعنا شوي حتى نرجع نحن وياك للذكريات. يا ريت تسمع أي تبع حكايات عالمية الشهرة. في قصص الشعوب، في قصص الشعوب طرائف لا تنتهي وعالم حلو بهي يسكن في القلوب في قصص الشعوب. إذن عدنا لذكريات الطفولة الغير بعيدة بالنسبة لأصالة. نعم. وأنا لا أسأل دائما، أبدا لا أسأل الجنس اللطيف عن العمر، ولكن سوف أطرح سؤال على أصالة، كم عمرها الفني؟ أنا لحد الآن يعني بعتبر الفن طبعا هواي، ف بعتبر حالي لسه ما بديت بالفن لأنه هلأ بدي كفي دراستي بعد حتى أبدأ بعدين. هذا مش بابا عم علمك الكلام؟ لا 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 سألتني. طيب بعد ما بلشتي في تقديم الشارات لبرامج الأطفال في التلفزيون، تعرفتي على الأستاذ سهيل كملحن أو تعرف عليك من خلال هالبرامج أنه صوتك حلو لازم تدخلي عالم الفن، فكان العائلة لم تكن معارضة؟ لا طبعا، أنا تعرفت على صوتها أيضا يعني من ضمن السهرات اللي بنعملها في أيوة. بيتي أو بيت الأستاذ مصطفى، يعني نقعد يعني أحيانا بتغني يعني أصالة، حسيت بأنه في إمكانية، يعني مش مؤدية أصالة، في مؤدي، في مغني، في مطرب. الآن أنا إحساسي بأصالة مغنية، بعد فترة من لما بتكبر شوي بتصير بتحس ما هي المعاناة 100% يمكن تصير مطربة. وهل للطرب أو للصوت عمر؟ طبعا يعني بعد بيتحدد الصوت بعد مرحلة البلوغ، يعني في سن الـ 14 أو 15 سنة أحيانا بيروح الصوت، يعني بيروح جماليته. بالخمسين أو من 45 بيبدأ الصوت تنزل مقاماته، مثل الأستاذ عبد الوهاب مثلا ينزل بصير باص، ما بروح جماليته الصوت بس بينزل، يعني ما بيقدر يعني يبقى في عمق. احنا في عنا الأكتاف بنسميه الأكتاف، مثلا بكون الصوت في أكتاف ونص تدريجي، يعني بينزل ليصفى الأكتاف واحد. قلت بأن للصوت عمر. أيوه. لكي يكتمل. نعم. ولكن هل هنالك من خالف هذه القاعدة؟ نعم، في سيدة أم كلثوم والأستاذ وديع الصافي. الأستاذ وديع الصافي أيضا صوته لم يزل كامل اسم الله، ولم يزل
شيخ المطربين. إذن أنت تتفق مع وتؤكد ما قاله الموسيقار الكبير الأستاذ محمد عبد الوهاب؟ نعم. مطرب المطربين الأستاذ وليا الصافي الوحيد. يا سلام. فسوف نطلب أيضا من أصالة لأننا تكلمنا عن أم كلثوم، هل يا ترى أدت أغنيات أم كلثوم وبمن تأثرت في أولى أيام الفن؟ لمن كانت تردد من أغنيات؟ أنا يعني أول ما وعيت طبعا كنت لسه يعني ما فيني أدي أغاني أم كلثوم، بس فيني أغني أغاني تقيلة كمان، كنت أغني لبابا، وبعدين لغنيت لأم كلثوم وللموسيقار عبد الوهاب لأسمهان وليلى مراد. الفنان البابا اللي ما استمع انك بتأدي له أغاني، شو قال لأول مرة؟ إيه طبعا هو ما بيقول إلي، بيقول لغيري يعني للناس، أما إلي ما كان يعني إلي. إذا بتأدي أغنيات صعبة وبتحبي أم كلثوم وصوت أم كلثوم؟ طبعا. وتأثرتي بصوت أم كلثوم؟ هي كتير. وأنا من محبي صوت أم كلثوم طبعا وكل أغانيها، ولكن عندي أغنية بحبها كتير ومطولة أكثر من اللزوم، هي أغنية أنا بانتظارك. لو طلبنا من أصالة وكأننا جالسين في بيت من بيوت الأعزاء المشاهدين مع الصديق ومع الأهل اللي عم يشوفوك بالبيت، لو طلبنا مقطع من أنا بانتظارك لأم كلثوم، معقول؟ نسمع. أذكر الأعزاء المشاهدين دون سابق تحضير مباشرة. تصديقا لكلامك، أنا بس لحصلت لك النغمة لأني ما لي حافظ المقدمة تبعها. طيب أنا بسألها سؤال وأنت بتجهز العود. بمن أو من هي المطربة الأكثر أناقة بالنسبة إليك؟ ميادة الحناوي. ميادة الحناوي المطربة الأكثر أناقة. وبحبها كثير كمان. ومين بيهتم بأناقتك؟ ماما. البابا كمان؟ ماما. الماما تهتم بأناقة مدارك الخارجي والبابا بأناقة صوتك. أيوة. لنستمع إلى أصالة ومقطع من أنا بانتظارك لأم كلثوم على العود أستاذ سهيل عرفة. أنا بانتظارك مليت، أنا بانتظارك مليت، ناري في ضلوعي حطيت ايدي على خدي وعديت، بالثانية غيابك ولا جيت، أنا بانتظارك مليت، أنا بانتظارك مليت، ناري في ضلوعي حطيت ايدي على خدي وعديت، بالثانية غيابك ولا جيت، يا ريت 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 يا عمري ما حبيت. يا ريت في وقت أكتر لكي نستمتع أكتر بصوتك أصالة، ولكن الأيام أمان منا طبعا. ويا ترى لو اشتهرت أصالة، ماذا تقدم هدية لأبوها؟ إذا بدي أقدم هدية رح أقدم له هدية كتير كتير بسيطة بالنسبة للتعب اللي تعبوا معي كتير. ما زال في البداية وبتحسي إنه تعب؟ إيه طبعا تعب، يعني لا قدر يسقل صوتي، لأن طبعا موهبة بدون صقل ما. فبتمنى أني أدرس وصير طبيبة بإذن الله. حتى لو اشتهرتي بالفن؟ إيه طبعا ممكن تكفي أحلامي بإذن الله.
بس كفي دراستي، بدي اعمل عمل او عملين بالسنه فن، وبدي كفي دراستي وصير طبيبه باذن الله. جاوبت على سؤالين بسؤال واحد، نتمنى لك التوفيق والنجاح. واستاذ سهيل، نصيحتك لاصاله؟ يعني خليها امنيه. انا اتمنى لاصاله انه تضل مستمره في طريق الفن، انما صعودا كمستوى، صعودا يعني تحافظ على مستواها بكل عمل تقدمه، العمل الثاني في تأني وفي دراسة أكثر، كي تكون مثل ما قلت أنا ببداية اللقاء مطربة واعدة. إذا ترى